كابتن عادل، طبعا بعض الحكام بتتأثر بالضغوط دي. طبعا يمكن الفترة الأخيرة حتى أخطاء الحكام اللي هي غير متعمدة، يعني احنا بنقول هنا دايما غير متعمدة، واحنا حاطين ثقتنا في الحكام المصريين، ولكن كلها في اتجاه واحد، حتى الأخطاء بتخدم الخصم قبل ما بتخدمني، بالعكس دي بتضرني، عشان كده النادي الأهلي طالب بحكام أجانب. طب بص يا كابتن، خليني الكباتن اتكلموا، الكابتن شريف والكابتن علاء اتكلموا في جزئيه بالنسبه للضغوط بتاعه الحكام، وازاي الساعه 9:30 زي ما الكابتن علاء قال ان الموضوع بيبتدي والمباراه بتبتدي. خلينا ناخدك لجانب اخر، عارف ايه هو؟ انه في النادي الاهلي دايما اللي بيتكلم عن الكوره ومش مجالس ادارات ولا ناس بره منظومه، يعني بره بيديروا الكره بس من بره ما لهمش بالقرار ان هم بيتكلموا، لكن في اماكن اخرى مباح ليهم ان يتكلموا في اي حاجه، عشان كده التخصصات والشماعات بتتعمل. خلي بالك هو نوع من الشماعه المسبقه، في اي وقت بيتقال على الحكام المصريه ان لو جبنا حكام مصريه هيساعدوا النادي الاهلي، رغم ان انت لو مسكت مثلا النادي الاهلي السنه دي كام بنالتي وضربات الجزاء، ضربات الجزاء جبت الاحصائيه هتلاقي 2-3 للنادي الاهلي و10 للنادي الزمالك، 2 للنادي الاهلي او 2 للنادي الاهلي ولا 3 للنادي الاهلي، 3 للاهلي و10 للنادي الزمالك، و10 للنادي الزمالك. عارف لو حصل العكس كان زمانهم قالوا عليك ان انت حتى بص حتى الفار كمان يا كابتن، وانا بقول لك امتى الفار يخلي عنده دم ويروح للاهلي ويبحث حالات الاهلي؟ عمره ما بحث حالات الاهلي. بص ما بيشوفهاش. ركز يا كابتن في الموضوع ده، الحكم اي كوره سهله على النادي الاهلي يجري بره يتفرج عليها الاول. اي كوره للنادي الاهلي يعني يوم لما بيروح للفار كل 3 ماتشات بيروح مره. الراجل ده لو لعيب عطس من النادي الاهلي هيروح يبص في الفار. وبيروح ليه؟ لان هم مش ضغط ولا حاجه، هو دايما القوي والبطل لما تدي عليه حاجه انت فاهم هتتصيد اكتر، وده فكر ودي مدرسه انت فاهمني. ولكن الحكام بقى نرجع، في حكام ما بتخافش وفي حكام بتشوف اللي قدامها، وفي حكم من الحكام اللي مثلا احنا المباراه اللي فاتت شفنا احسن من الحكام الاجانب اللي جم حكموا مباراه قمه 10 سنين اللي فاتوا. صحيح. عارف ليه؟ رغم انه حسب على النادي الاهلي بنالتي. ايوه. وبنالتي ممكن يمشي، يعني هو بنالتي حقيقه، لكن في البنالتي في فكر عالي قوي من الحكم ومن الفار انه يجيبه. ايوه. ادعى لعلي لطفي ما اداهوش على اللعيب رامي ربيعة. أيوه. ولكن في الاخر احنا عاوزين نتكلم، مين اللي بيتكلم وبيضغط الحكام؟ ناس عف عليهم الزمن في الكوره، بعاد قوي عن الفكره، اصله في حاجات جديده نزلت السوق وما مش عارفينها. انت عشان تضغط حكم ما تبينش قوي انك انت بتضغط، بالعكس انت تلمح من بعيد وتدي وعيد بس. يعني اللي هو ايه؟ نرجو ان الحكم يبقى كويس، نرجو انه يشيل فكره اللي هي بيتقال عليها انه بيساعد الاهلي، يدي الفرقتين حقهم. يدي الفرقتين حقهم. ده الفكر الجديد، لكن القديم بقى الحكم يسلمنا والحاجات دي. ايه بلدي قوي يا حسين. لا بص يا كابتن، يعني عايز اقول لك حاجه، كابتن علاء قال كلام حلو قوي عجبني، قال لك لسه بدري قوي عشان يروحوا للنادي الاهلي، مش عشان بننتمي له، لا التخصصات، احنا بنؤمن بالتخصصات. يعني تلاقي من اكبر راس في النادي ما يتكلمش في حاجات مش بتاعته، الاقل واحد في النادي ما يتكلمش في حاجات اكبر منه، في تخصصات. وهي دي الاداره الممتازه. وانت المشكله كره القدم، انا بقول لك بمنتهى الامانه معظم لعيبه مصر بقى شبه واحد، معظمهم كلهم متشابهين ما عدا ادارات هنا وادارات هنا. هنا بيهيئ لك المجال وهنا ما بيهيئ لكش المجال. صحيح. هنا بيبقى في استقرار، هنا ما بيبقاش فيه استقرار. صحيح. ولكن في الاخر عاوز اقول لحاجه، الحكام لازم سمعتنا تبقى كويسه. صحيح. الحكام لما يحكموا اهلي والزمالك سمعه الحكم المصري كويسه، لان دي هي سمعه الحكم المصري كويسه عادل اكيد. بدليل دايما بتفرج لما بيعوزوا حتى مباراه خارج في افريقيا ولا هنا مباراه صعبه جدا بيلجأوا الحكم المصري. بس انت عارف يا كابتن علاء اللي بيحصل لما يجي انت بره تقول مباراه اهلي والزمالك بحكام اجانب، يطلع في دماغك على طول ان عدم الثقه في الحكم المصري. فلما الحكام المصريه هي اللي بتحكم اهلي وزمالك اكبر ديربي في العالم العربي مثلا، يبقى انت حكامك بخير. صحيح. هتلاقي الايام الجايه هيديهم بيشيلوا عنهم الحرم. بس خد بالك كابتن، برضو الكلام ده ما جاش من فراغ، يعني الكلام ده جه سنين سابقه
كان مفيش ثقة في الحكام، وفي نفس الوقت الاختيارات غلط. انت برضو زمان ما كانش فيه الاختيارات الصائبه، ما كانش الاختيارات الموفقه بالنسبه لك. كان برضو المعايير بتاع الاختيارات بتاعه الحكام برضو ما كانتش على ادق حاجه. النهارده مثلا لما يبقى عندك الجاب الكبير اللي بتتكلم فيه ده 10 بنالتي للزمالك مقابل 2 للاهلي، ومع ذلك النهارده مين اللي طالع في الجرايد بيتكلم مقابل 3، اسف يا كابتن، مقابل 3 للاهلي، ومع ذلك مين النهارده اللي بيقول لك احنا الحكام وخايفين وقلقانين ومرعوبين؟ هم مسؤول نادي الزمالك. بس في نقطه حلوه قوي لصالح الحكام دلوقتي، ان زي ما الكابتن علاء قال ان عندهم فرصه كبيره المباراه من غير الجمهور. ده كان 120 الف متفرج بيتفرجوا علينا، الحكام تنزل تموت تترعب. لا بيبقى ضغط يا ضغط، لكن دلوقتي مفيش. فانا اقدر اقول لك انه في احنا بنأسس لحاجه جديده. انا بتكلم عشان كره القدم في مصر وصناعه كره القدم في مصر، لان الحكم من اكبر العناصر المؤثره في صناعه كره القدم. صحيح.